صلى الله تعالى عليه وسلم الزواج سنتي، فمن رغب أي فمن ابتعد عن سنتي فليس مني. نبارك أخوين كريمين، أخ عبد الرحمن طارق الجمال والآنسة روان يحيى فاخوري، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وسعادة وحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت المبارك الذي نحن فيه وقتا مباركا على الجميع إن شاء الله، إن شاء الله. وعليكما خصوصا، أن نجعل هذه الساعة ساعة بركة وخير وتوفيق لكما في حياتكما الزوجية، إنه على كل شيء قدير. نوصي الأخ الكريم عبد الرحمن بتقوى الله العظيم والمحافظة على حسن معاشرته لزوجته. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وعاشروهن بالمعروف، أي وعاملوهن بالخلق الحسن والكلام الطيب. ويقول رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم موصيا الرجال بالنساء، موصيا الرجل بزوجته، يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. فالرجل الكريم في نظر الإسلام، في نظر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يكرم زوجته، واللئيم هو الذي يهين زوجته. فأنت إن شاء الله يا أخ عبد الرحمن كريم ابن كرام إن شاء الله، تكرم زوجتك إن شاء الله وتحفظها وتصونها وترعاها وتجعلها إن شاء الله جوهرا ثمينا لديك. الإسلام عندما أمر المرأة بالحجاب بشكل عام لأنها جوهرة ثمينة، أراد أن يجعلها في هذه القدسية التي عندها من الجمال ومن الأنوثة ومن النعومة، فلذلك أمرها بالحجاب والتستر على الرجال، لأن الرجال عين بيضة من الآخر، يعني معروف يعني الرجال عين بيضة من الآخر. فمشان هيك أمر شو؟ أمر المرأة بالتستر. على شيخ الرجال حيزعلوا منك. لا نحن عم نحكي الشرع والدين فوق الجميع. لا شك، شرع الله سبحانه وتعالى هذا دين الله عز وجل. فلو ما حدا يعني لو بعض شو اسمه العلمانيين، نرجع نحكي، ما عجبهم كلام الدين والإيمان الذي قاله عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، ذكره الله سبحانه وتعالى وفي السنة ذكره محمد صلى الله عليه وسلم، تسمعه في الصحف في المجلات في الإذاعات في التلفزيونات، ولكن هذا الدين والإيمان الذي علينا أن نتبعه دائما. فلذلك هي جوهر ثمينة عندك يجب عليك أن تحافظ عليها إن شاء الله، كذلك أنت تحافظي عليه. قال رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم موصيا المرأة بزوجها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها، أي حافظت على الصلوات الخمس، المرأة المسلمة حافظت على الصلوات الخمس وأطاعت زوجها، وأطاعت زوجها وحفظت نفسها فابتعدت عن معاصي الله، قال في آخر الحديث: دخلت الجنة. شوف ثواب عظيم للمرأة المسلمة الصالحة التي ترعى أسرتها الرعاية الكريمة وتطيع ربها، دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت. سبحان الله، مش بس تفوت على الجنة، تختار الباب تفوت فيه على الجنة. لما الأستاذ أنت بالصف يجي يعطيك آخر الفصل يقول لك أنت ناجح مع تقدير، فيقول لك شو؟ فيقول لك شيء هدية قيمة، اختار أنت الهدية، كمان عم يكرمك أكثر فوق الهدية، عم يكرمك أنت تختار الهدية. فسبحان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بيقول بفوت على الجنة وبتختار أي باب فوت فيه على الجنة، إكراما لها لأنها طاعت ربها وأنشأت أسرة صالحة، رعت فيها زوجها، ربت فيها أولادها على طاعة الله وعلى العلم والثقافة والحضارة إن شاء الله التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة، إنه على كل شيء قدير. ونبدأ بإجراء العقد الشرعي المبارك. السيد طارق والسيد يحيى، السيد يحيى قال له للسيد عبد الله طارق، قال له: بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى كتاب الله، وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، زوجته موكلتي ابنتي روان فخوري لموكلك ابنك عبد الرحمن الجمال على مهر معجله نسخة من المصحف الشريف للبركة. ومؤجله 45 ليرة ذهبية إنجليزية
وتوكلت على الله. وتوكلت على والله الله. على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. قل له يا سيد طارق وأنا. وأنا. قبلت. قبلت. منك. منك. هذا الزواج. هذا الزواج. لابني. لابني. موكلي. موكلي. عبد الرحمن. عبد الرحمن. من ابنتك. لابنتك. من ابنتك. من ابنتك. موكلتك. موكلتك. روان. روان. فخوري. فخوري. على المهر المذكور. على المهر المذكور. معجله. معجله. ومؤجله. ومؤجله. وعلى كتاب الله. وعلى كتاب الله. وسنة رسوله. وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وتوكلت على الله. توكلت على الله. اللهم وفق الزوجين الكريمين عبد الرحمن طارق الجمال وروان يحيى فخوري، أصبح كل منهما زوجا للآخر على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ نية التوفيق والبركة لهما سورة الفاتحة. سلمتنا يا شيخ مبارك ان شاء الله نجعل ايام مزدهره ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك يا شباب. ان شاء الله مبارك. مبارك يا اختي الكريمه. تفضلي وقعي. كمان هون خلي مجال لوالدك. تفضلي الخط شوي لو سمحتي. شكرا. مبارك. تفضل. طيب هلا تفضل. محمد الشيبة. نعم. تفضل. بس خط صغير لو سمحت. ان شاء الله. فوق فوق. ايه. شكرا كمان. شكرا. محمد الجمال. مصطفى فخوري. خلي محل واحد آخر. ايه هون. ايه هون. شكرا. طارق جعفر. كمان. شكرا. ان شاء الله مبارك يا رب. You're rolling in my
مبروك عليك وعلي. مبروك عليك وعلي، انت صرتي مني وفيا، قالوا ما في فرحة بتكمل، كملت وصرتي بنداية. مبروك عليك وعلي، انت صرتي مني وفيا.